حبيت اصور مشترياتي ومشتريات اختي من محل هارون بلازا، من غير ما اقول اسامها عشان ما يطول الفيديو. هذا حقتي بلوزه وسروال، هذا كذا وهذا هنا، وهذا سروال مثل اختي، وهذا جلابيه وفستان. هذا شيء، وهذا بلوزة وسروال، وهذا زي حقتي حقتي صغيرة. ثم هذا نعال اختي من جوا هنا ومن جوا هنا. هذا نعالي حق الروحات أو أي شيء، وهذا قبعة أختي حق الصيف، وهذا قبعتي حق الصيف، وهذا ملابس داخلية، هذا بعد ملابس داخلية، وهذا قميص قمصان حق البيت. وهذا في واحد مو حق البيت، يعني حق الروحات او اي شيء. لا تنسى لايك وشير واشترك في قناتي، ومع السلامه.